السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء أصوله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. من ذلك ما يسميه الناس الآن تكوين الشخصية المسلمة. أنت شخص مسلم يكون لك سمت، نحن نقول بدلا من الشخصية السمت الحسن، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السمت الحسن والاقتصاد جزء من 46 جزءا من النبوة. ولنا أن نسميه أيضا صبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فالمسلم له سمت يختلف عن سمت غيره، هذا المفترض. سمت في كلامه، سمت في ملبسه، سمت في مطعمه، سمت في مشربه، سمت في اتخاذه القرارات، له سمت معروف. ولما ذكر عند علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، فقال علي بن الحسين زين العابدين: هذا الرجل الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء، فالأنبياء كلام يختلف عن كلام غيرهم في أدبهم وردودهم وانفعالاتهم وما يفعلون في الغضب وما يفعلون في الرضا، لهم سمت خاص عليهم الصلاة والسلام، وهم خير أسوة لنا، هم خير أسوة نأتسي بهم. وقد قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، وقال: واتبع سبيل من أناب إلي. فعلى الشخص ألا يعجب بخصال شخص حتى يعرض أخلاقه وأقواله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سمت الأنبياء، لأن الناس قد يصفون الشخص بوصف، لكن إذا وزن على الشريعة اختلفت الأمور. وفي الحديث في آخر الزمان: حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أملحه، ما أجمله، وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. تجد شخص ظريف ولطيف ويضحك الناس، لأن إذا وزنته على الكتاب العزيز والسنة المباركة وجدته بعيدا تمام البعد. قد يصف الناس شخصا بأنه طيب لكونه يمشي مثلا في الطريق، يعني لا يسب أحد ولا يشتم أحد، وهذه خصال طيبة، لكن يرى منكرا ولا يغيره، كيف يكون بمثابة من رأى المنكر وغيره؟ فدائما نقتبس من سمت الأنبياء سمتا حسنا، ومن كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله أجمل السمت وأكمله وأفضله. ذلك كلما اختلطت بكلام رسول الله وقرأته كثيرا، بعد مدة تعرف لفظ رسول الله. إن أدخل عليك شخص أو إن أدخل شخص شيئا على كلام رسول الله، تعرف أن هذا الكلام ليس من كلام رسول الله، بعيد عن كلام رسول الله، لأن الشخص الذي يعاشر شخصا مدة زمنية يعرف خصائصه وأقواله وأفعاله. فأحب أن أنوه في هذا المجلس على أمر أو على خلق
علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، وهو التأني في الأمور وعدم التسرع باتخاذ القرارات، عدم التسرع والتأني. وقد يسمي بعض العلماء هذا الشيء الحلم أحيانا إذا كان متعلق بالعفو عن الناس. فأقول منطلقي في هذا الكلام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. الغضب يخرج الشخص عن حد اعتياده، فإذا خرجت عن حد اعتيادك ممكن أن تقضي قضاء خطأ، فتظلم في قضائك أقواما بسبب خروجك عن حد الاعتياد وحد الاتزان. لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. الغضب يخرجك تماما، وكلما اشتدت درجته كلما أخرجك عن عقلك. حتى إن بعض أهل العلم قالوا في شرح الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كان معلولا لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق، قالوا الإغلاق الغضب، الغضب الإغلاق لن يغلق على العقل. وقال آخرون من الشراح: الإغلاق الإكراه. وكلا الأمرين صحيح، لأن الغضب الشديد يغلق على العقل كأنك تتصرف بدون عقل، وكذلك الإكراه منعك من التصرف السوي. فالرسول يقول: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. أسلفت أن الغضب يجعلك تتصرف تصرفات تنكرها على نفسك بعد ذلك، ولا أدل على ذلك من فعل موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. موسى الكليم صلى الله عليه وسلم ذهب يكلم ربه، وذهب قبل الوقت حتى يرضي ربه عليه: وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى عني. فأخبره الله فقال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخبر موسى عليه الصلاة والسلام بأن السامري أضل القوم، وأن القوم عبدوا العجل، لكن خبر ليس رؤية عين، لكن خبر يقيني أيضا. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، رجع موسى عليه الصلاة والسلام غضبان، لكن لما رأى فعلا القوم يعبدون العجل ويسجدون له ويرقصون حوله ويدعونه من دون الله كسر الألواح. ما الألواح؟ ألواح نزلت من عند الله، القرآن في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. كسر موسى عليه الصلاة والسلام الألواح التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، فعل به الغضب إلى ذلك. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، فالغضب آل به إلى هذا الشيء. فمن الممكن أن الغضب يحملك على أن تتخذ قرارات خاطئة كثيرة جدا، بل يحملك على أن تأتي بهاتف محمول في يدك وتكسره، أو تحمل ابنك وترميه في الأرض وبعد ذلك ترجع تندم. الأمر في حق نفسك قد يكون متحملا، لكن في حق الآخرين إن كنت ستظلم فلا شك أنك ستأثم. فالرسول قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. العلماء قاسوا على الغضب أمورا أخرى. قاسوا مثلا المحصر الذي يريد أن يبول يدافع، أو يريد أن يقضي حاجته من غائطه، أو الجائع جوعا شديدا، وكل هذا يجعل هناك اختلال في إصدار القرار. ممكن تصدر قرار سريع، وأنت محصر
تريد أن تبول ولا تستمع جيدا من الذي يلقي عليك السؤال، السائل له حق، فيفترض أنني أسمع من السائل سماعا جيدا وبعد أن أسمع أفكر في الجواب مستعينا بالله، لكن مع شدة الإحصار أحيانا لا تستطيع أن تستمع سماعا جيدا فتقضي خطأ أو توجه توجيها خاطئا. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. أنت جائع جوع شديد والأكل موجود، ستصلي وتقول متى تنتهي الصلاة حتى آكل؟ ستصلي وأنت محسر تقول متى ينتهي الإحصار، متى تنتهي الصلاة حتى أذهب للحمام؟ وتنشغل تماما عن صلاتك بسبب الإحصار، سواء من البول أو من الغائط. بل وفي كثير من الأحيان أثناء تحقيقنا في مشاكل الناس، أحيانا في بعض الحجبة مكر شوية، يأتي للرجل لمدير العمل ووقت الانصراف اقترب، بقي 5 دقائق حتى يخرج الجميع من الوقت، فالوقت الضيق الرجل يلم أوراقه المدير حتى ينصرف، فيأتي بكم أوراق يوقع عليه ويقلب الصفحة والثاني يمضي دون ما يقرأ ما الذي في الأوراق، حتى إن أحدهم مرة دخلنا للتحقيق في قضية من الأوراق ورقة على بياض، يعني ورقة بيضاء، فهو يقلب هذه الصفحة يقلب والثاني يمضي يقلب والثاني يوقع جاء ورق أخفى الجزء الأغلب من الورقة وأظهر الجزء الذي سيوقع فيه فقط، فوقع على بياض. وكان المدير معروف بالدقة وإعطاء كل ذي حق حقه، فجاء في اليوم التالي المدير يريد أن يضع الأمور في نصابها، وده يأتي متأخر العامل اللي جاي بالورقة، لجيت متأخر، قال أنا براحتي، قال لي إذا فصل 5 أيام، قال له وأنت فصل من الوظيفة غدا، ورفع ملأ الورق الفاضي أن به مبالغ طائلة وكذا والتوقيع موجود. فلا تتعجل أبدا باتخاذ القرار، لا في وقت تعب لا في وقت غضب، التعب الشديد أيضا يجعلك تتصرف تصرفات غير رشيدة، التعب الشديد يجعلك تتصرف تصرفات غير رشيدة. ذيك الزوجة التي تفهم، الزوجة اللبيبة، وكما قال القائل: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضبه. الزوجة الرشيدة، الزوجة داخل منفعل منهك القوى، الحين الزوج داخل منهك القوى تعبان طول اليوم، شغل في العمل ومشاكل مع رؤسائه ومشاكل مع الناس، أول ما يدخل جايب له عدة طلبات، ابنك الفلاني فعل، بنتك فعلت، بنت، وهو في ذروة التعب، فيجذب للبنت ويضرب في البنت ويضرب في الولد. قد يكون التعب يحتاج إلى علاج خفيف، يعني الخطأ يحتاج إلى علاج طفيف، لا ما يقدر المقادير، يضرب في الولد ويضرب في البنت. البنت تقول: يا أبا اسمع مني، يا أبي اسمع، من ساعة الله يا أبي اسمع مني، ما عنده وقت للسماع. فالزوجة الحمقاء هي التي لا تراعي ظروف زوجها ولا وقت طرح المسألة على الزوج. ولعل النسوة الصالحات لهن أسوة في أم سليم، أم سليم المرأة العاقلة الفاضلة الصحابية الجليلة، زوجها أبو طلحة كانت عاقلة ورشيدة، سواء قبل الزواج بأبي طلحة أم بعد الزواج بأبي طلحة، وتتعامل بالحكمة وتتعامل بالموعظة الحسنة. فمرض ابن لها من أبي طلحة، أم سليمة أم أنس بن مالك، مرض ابن لها وزوجها خرج والولد مريض،
فلما خرج أبو طلحة مات الولد، فقامت عليه وغسلته وهيأته ودفنته وقامت بالواجب في غياب زوجها. فرجع زوجها من عمله مرهقا متعبا، قال: كيف حال ولدي؟ وإذا بها قد تجملت وتزينت وتكتحلت، عفوا ما أقول اكتحلت، تزينت زينة المرأة لزوجها. فسألها عن ابنها: كيف حال الولد؟ قالت بأسلوب ذكي وغير كاذب، قالت: هو أسكن ما كان وأهدأ ما كان، أسكن ما كان وأهدأ ما كان. فغشيها كما يغشى الزوج زوجته في هذه الليلة، وبعد أن قضى حاجته منها وقام واغتسل، قالت له الكلمة: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن آل فلان أعطوا آل فلان هدية عارية، أعروهم عارية، ثم جاءوا يطلبوا عاريتهم، هل لهم أن يردوا عاريتهم، أن يمنعوا عاريتهم؟ قال: لا، اشكرهم أنهم أعطوهم العارية، قضوا حاجتهم وأعطوهم العارية. قالت: فإن ابنك كان عارية عندك من الله، وإن الله قبضه إليه. فانفعل أبو طلحة وقال: تركتيني حتى تلطخت ثم جئت تخبريني بولدي؟ وذهب يشكوها إلى الرسول، فقال الرسول: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فرزقت في بحمل في هذه الليلة، وكان هو عبد الله بن أبي طلحة الذي ابنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، والولد عالم وأبوه عالم جليل. فشهد أن المرأة العاقلة لا تنطق في غضب زوجها، خلاص تمتص الغضب ولا تعرض عليه المشاكل في وقت التعب، بل تتأنى وتتريث في وقت راحته وتعرض عليه المشكلة. وقد أعجبني تصرف إحدى النسوة، يعني جاءت امرأة وكنت سببا في زواجها من شخص صالح، فبعد شهر اتصلت بسألها: كيف أحوالكم في الزواج؟ قالت: الحمد لله. قالت لي مقولة، وإن كنت أخلف في الألفاظ العجمية، قالت: أنا جلست شهرا لا أتكلم إلا سمعا. نعم حاضر، نعم حاضر، سمع وطاع في المعروف طبعا، حتى عرفت البروجرام الخاص به، ما الذي يغضبه، ما الذي يسعده، ما يعني أنكش أحيانا باللفظة المصرية، أنكش وأشوف أعرف كيف ردود أفعاله، حتى أتقنت معرفة شخصيته، وبعد ذلك بدأت أتعامل بناء على هذه الشخصية. دائما نقول خير هدي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما التجارب أحيانا أريح، أقول انتبه لا تقضي قضاء وأنت غضبان، ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، ولا تتخذ قرارا وأنت غضبان، ولا وأنت تعبان مريض، ولا مسافر، مسافر أحيانا يتخذ قرار في وقت السفر في غير حد الاعتياد، لأن الرسول قال: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل بالرجوع إلى أهله. عمر رضي الله عنه في هذا الصدد كان في موسم الحج، كان في موسم الحج، فبلغته مقولة ضايقته بعض الشيء، جاء واحد وقال: يا أمير المؤمنين، فلان من الناس يقول: ما كانت إمرة أبي بكر وعمر إلا خلسة واستغفلونا. في فعمر بلغ الذروة في الانفعال وأراد أن يتكلم في موسم الحج وهو أمير الموسم، وبجواره عبد الرحمن بن عوف، بركة مجالسة الصالحين، فأخذ عبد الرحمن بن عوف بيده وقال: يا أمير المؤمنين، إنك في موسم يجمع طوائف الناس، منهم الرعاة ومنهم العقلاء ومنهم الذين يفهمون ومنهم الذين لا يفهمون،
فأخشى إن أنت تكلمت بكلمة أن يحملوها عنك على غير وجهها ويطيرون بها كل مطير. ولكن انتظر يا أمير المؤمنين حتى ترجع إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيها أهل العلم وأهل الفضل. أهل العلم وأهل الفضل تحدثهم بالذي تريد فينقلون عنك نقلا صحيحا يا أمير المؤمنين. فاستحسن عمر كلام عبد الرحمن بن عوف وسكن. فأقول كل ما يخرجك عن حيز، عن حد الاعتياد المعهود لك سبب لك انفعالا، فعليك أن تتأنى في اتخاذ القرار فيه. ممكن تكون أنت مسافر، الشيخ محمد اللي جالس أمامنا مثلا مسافر، وطبعا في غربة عن زوجته أو عن زوجتيه، فهو واحد تكلمه أو واحد يكلمه فيبدأ يشبق وأهله ليسوا بين يديه، فبسرعة في الغربة يتخذ قرار سريع بالزواج ولا يدرس أبعاد هذا القرار. قد يكون في الزواج خير، وقد يكون فيه أحيانا تضييع لحقوق آخرين، فلا يتخذ قرارا صائبا في شأن الزواج أثناء الغربة واتخاذ القرار السريع. فعليك أن تتريث وأن تتأنى، لا نقول لا تتزوج، لكن تدرس الوضع دراسة متأنية وتستشير أهل العلم وأهل الفضل. مهما كنت ممكن تخرج عن حد اعتيادك فتتصرف تصرفا ليس بمحمود العواقب. الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه خبر أحزنه جدا، وجلس يعرف في وجهه الحزن عليه الصلاة والسلام. كان أرسل سرية إلى مؤتة وقال على القوم زيد بن حارثة أحب رسول الله، فإن قتل زيد سلام ورحمة الله فجعفر بن أبي طالب وابن عم رسول الله ومن أكرم العرب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة وشعر الرسول عليه الصلاة والسلام. فقتل الثلاثة وأتى النبي خبرهم، فخرج على الناس والدمع ينزرف من عينيه ويقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، يعني قتل، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله يعني خالد بن الوليد ففتح الله على يديه وإن عيني لتذرفان. فجلس حزينا وهو يقول في شأن الثلاثة الذين قتلوا وما يسرهم أنهم عندنا، أو ما يسرنا أنهم عندنا، لأنهم دخلوا الجنان شهداء عند ربهم يرزقون. الشاهد وهو جالس حزين يعرف في وجهه الحزن، جاء شخص وقال يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين، نساء جعفر يبكين يا رسول الله، وما لجعفر لا يبكي عليه؟ جعفر كان من أشجع العرب ومن السابقين الأولين ومن المهاجرين هجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة. وسبحان الله إذا سمعت عن شجاعته في الحرب هذه، في عموم الحروب يحمل الراية بيمينه، راية الإسلام تقطع يده اليمنى، لا يلتفت إلى يده التي قطعت، خلاص قطعت اليد احتسبها عند الله، يأخذ الراية بيده اليسرى، تقطع اليد اليسرى، لا يرضى لراية الإسلام أن تسقط، بل يضم الراية بعضديه حتى يصاب بثمانين سهم كلها في صدره، يتولي الأدبار ويلتفت كلها في صدره متقدم صاب العدو، حتى إن
عمر كان دائما يقول لابن جعفر: مرحبا بك يا ابن ذي الجناحين. كان يطير بجناحي مع الملائكة. الشاهد أن شخصا أتى النبي والنبي جالس حزين، قال: يا رسول الله، إن نساء جعفر يبكين يا رسول الله. قال: اذهب فانههن، وإن كان البكاء جائز بدون عويل بدون صياح، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فرجع الرجل وقال: قد ذهبت إليهن ونهيتهن فلم ينتهين يا رسول الله. قال: أرجع فانههن. خلاص اشتريها. لا لا. قال: اذهب فانههن مرة ثانية. فذهب ورجع وقال: قد نهيتهن فلم ينتهين. فرجع الرجل: يا جماعة خلاص، معلش سيبها بس. ذهب الرجل ورجع ثالثة قال: إن نهيتهن فلم ينتهين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فاحث في وجوههن التراب، ارمي الوجوه بالتراب. فلما ذهب، لما قال النبي ذلك، تكلمت عائشة من وراء الحجاب. سمع القصة عائشة، تسمع القصة وعرف الحدث يعني. فردت وقالت من وراء الحجاب: والله ما أنت بفاعل، والله ما أنت بفاعل، أنت ما تركت رسول الله من العناء. يعني أنت الذي استخرجت هذا الكلام من رسول الله، وهو لا يريد أن يقوله، لكن والله ما أنت بفاعل. الرسول ما أنكر على عائشة، الرسول لم ينكر على عائشة رضي الله عنها، كلامها صائب. الرجل ألح. فالرسول عليه الصلاة والسلام من شدة التعب قال: احسن في جنة التراب. فعائشة اعترضت على هذا الكلام، ليس ردا لأمر الرسول، إنما نقدا لطريقة الرجل لما استخرج من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يكن ليخرجه في وقت هدوئه عليه الصلاة والسلام. فدوما الشخص إذا خرج عن حد الاعتياد يسكت، لا يتخذ قرارا في وقت خرج فيه عن حد اعتياده، بل في العبادة، حتى في العبادة، في العبادة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن، عليكم السلام، استعجم عليه القرآن، يعني اختلطت عليه القراءة، فليضطجع، لا تصلي وأنت على هذه الحال، فإنه لا يدري لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه: إذا تعبت، من تستطيع تقرأ في صلاة الليل، تسجد في السجود تجد نفسك نمت ولخبطت في الكلام، قد تذهب تستغفر فتسب نفسك. فحينئذ اضطجع واتحقق من الراحة وصلي كما قال الرسول: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. فالشاهد من هذا أيها الإخوة، وحتى نقول عقلاء، نكون عقلاء وعندنا رزانة، لا تتخذ قرارا أبدا في وقت تعبك أو وقت غضبك الذي يخرجك عن حد الاعتياد. نعم، وردت عن رسول الله بعض المسائل قضوها غضبا، لكن كان يعرف، كان العلم مسبق عنده في قضية الزبير مع الأنصاري. لما قال الرسول للزبير: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى الأنصاري، فقال الأنصاري: وإن كان ابن عمتك. فغضب النبي وقرر الحكم الذي هو معلوم بداهة: اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. استوفى له حقه. فهذه صور الحكم فيها مسبق معلوم. فالشاهد أيها الإخوة، لا بد من التأني في كل شيء، لا بد من التأني في كل شيء.
لا تستقبل الخبر وتبثه بسرعة، هذا الخطأ، أنت ستلام، قد يكون المخبر كذاب، الذي أخبرك قد يكون كذبا، وأنت لم تتثبت من كلامه فتتحمل إثم الكذب وشؤم الواسطة يحل عليك. ولذلك فالله سبحانه وتعالى قال في شأن أهل الإيمان، عفوا، قال في شأن أقوام: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا تكن بوقا تردد دون أن تفهم ودون أن تتريث، إنما تريث واستمع الخبر، وإن كانت خصومة استمع الطرفين، هذا الطرف وهذا الطرف، وتأخذك العاطفة أثناء القضاء وتستمع لطرف واحد، وإذا بالطرف الواحد يقول: فلان أهانني، فلان أذلني، فلان ضربني، فلان فقع عيني، يأتي بكل الأشياء التي تحزنك، لا تنفعل حتى تسمع الطرف الآخر. وكما قالوا قديما: إن أتاك خصم يحمل عينه على يده وقال فلان فقع عيني، فلا تقضي له حتى ترى الآخر، لعله يأتيك بعينيه الاثنتين مفقوءتين. فدائما التريث مطلوب، التثبت مطلوب، وهذا شأن العقلاء، ولا أقول شأن العقلاء فحسب، بل شأن المؤمنين العقلاء، لأن الله أمرهم بهذا. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأحث إخوتي في إخواني في الغربة على التثبت، يعني أحيانا مثلا أنت في الغربة ولا تدري كيف الأحوال في بلدك، وإخواننا في الغربة في الحقيقة كثير منهم يظلم النساء كثيرا، يعني يشتغل سنة ويرجع لأهله شهر أو أسبوعين أجازة، ويرجع سنة وشهر أو أسبوعين أجازة، ويرجع مهموم، يريد يخلص الأوراق، يريد مش عارف يصل أخته، لا تستفيد الزوجة منه الأسبوع مسعى سبيل المثال، ويرجع سنويا جمع المال ضيع. هب أن الزوجة شبقة، يعني تحب ما تحبه المرأة من زوجها، فأنت تظلمها بهذا الطول، لكن ما هو شهيدي هذا الآن. الآن أحيانا الأم لا حق كما لا أخفى عليك، أحيانا أمه، وليست كل الأمهات طيبات، الأمهات نساء أيضا منهن الطيبات ومنهن غير الطيبات، قد تتصل به أمه: زوجتك فعلت وفعلت. والزوجة مهمومة في مع أولادها وفي تربية الأولاد وتصل هذه المدرسة وتمشط هذه، وتعبانة تعب شديد، فالمهم تقول له هذه الكلمة، يتجه إلى زوجته: لما تقولين لأمي أمي أمي وأمي وأمي، أنا أبيعك ولا أبيع أمي، أنت طالق. بعد ذلك يسمع الطرف الآخر ويتثبت، يجد أن أمه هي المخطئة، أو العكس، زوجته أحيانا توغل صدره على أمه، ترى أرسل لأمه مبلغا من المال مثلا، يأخذها الجنون: لماذا ترسل لأمك ونحن أولى، وتبدأ تتفنن في إغار صدرها على أمه، فيغر الصدر فيقع في العقوق، فيقع في العقوق لأمه. لكن الشخص العاقل يستمع ويعالج الأمور بحكمة، ويسأل ويستقصي، ويؤانس أهل بيته ويؤانس أمه بطيب الكلام حتى تحتوى المشاكل. كذلك الأم التي زوجت بنتا من بناتها، البنت أول ما تزوجت ذهبت إلى يعني وضع لم تكن عليه من قبل، فأصبحت عند زوجها وعند حماتها التي هي أم الزوج، وأم الزوج أحيانا تشعر أن زوجة ابنها أخذته منها، وأحيانا تكون طيبة وفاضلة وعاقلة.
فتبدأ المشاكل. تبدأ البنت تنقل الأخبار لأمها، أمها بلا تثبت ولا استماع لا من زوج ولا من حماتها ولا أي شيء، تنتصر البنت. أنت من الإنصاف أن تتسمعي وأن تناقشي وأن تصبري ابنتك ابتداء وتكلميها بطيب الكلام حتى لا تتصرعي وبعدين أنت تكون السبب في إفساد الزيجة بين ابنتك وزوجها، وبنتك هي نفسها التي ستلومك بعد ذلك. فننصح الجميع بالتثبت والتريث والتؤدة والتأني. وطبعا التأني والحلم له فقه أيضا لا نستطيع الإتيان عليه في هذا الوقت، لكن للتأني فقه متسع. وأشير فقط بأن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما الأخف عليكم كان جالسا في بيته مع زوجته سارة عليه السلام، فمرت الملائكة عليه في صورة شبان حسان على غاية من الجمال، درجة عالية من الجمال، سلموا عليه صورة شباب ما عرفهم. قال إن منكم وجلون خائفون. المهم أنه قرب إليهم الطعام وقام بحق الضيف قدر استطاعته، وجاء بعجل حنيذ، عجل سمين وحنيذ، يعني عجل لحم طيب وفي ذات الوقت مطيب أجود أنواع الطهي حتى يفتح شهيتهم للأكل. المهم وهم جلوس ملائكة كرام ويتابع الحركة، أنا تكلفت خلاص، أتيت بالذبيحة وذبحت العجل الحنيذ وشويته وإلى آخره، ينظر إلى شبان حسان لا يأكلون، أيديهم لا تصل إليه نكرهم، خاف، لأن كان معهود لدى العرب أن الذي لا يأكل من طعامك يضمر لك شرا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وفي الآية الأخرى إن منكم مجلون. الشاهد بعد أن عرفوه بأنفسهم وأننا ملائكة من عند الله سبحانه وكلموه، هذه منقبة الملائكة تكلمك، واحد يكلمك وأنت تعرف أنه ملك من عند الله، ملك من عند الله، كلموه وأفادوا أنهم في الطريق لتدمير مدائن قوم لوط عياذا بالله، عياذا بالله، يأتون الذكران من العالمين، قطع طرق تفوت عليهم قف ويركبون، عياذا بالله. فأخبروه أنهم في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط، إن أرسل، وصفوهم بالإجرام، إن أرسلنا إلى قوم مجرمين. هذا الذي يفعل في بلاد أوروبا وغيرها كل إجرام أشد من قوم لوط، لأنهم يتورثون بالعقود رسمية وتوارث وكل توابع الزواج. الذي يحصل في أوروبا أشد من فعل قوم لوط. الشاهد أنهم أخبروه أنهم في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط. فبعد إبراهيم هو حليم مشهور بالحلم وعدم المؤاخذة وعدم المعجلة بالعقوبة، لما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف اللي كان فيه وبشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، بدأ يجادل يقول أخرهم شوية يا جماعة، لا تنزلوا عليهم العذاب بسرعة، أخرهم شوية. يثني الله عليه بقوله إن إبراهيم لحليم لا يعجل بالعقوبة، أواه منيب، لكن هذا الوقت لا يسمح فيه بالمراجعة، يا إبراهيم أعرض عن هذا، هذا ليس وقت الحلم، ليس وقت الحلم، قد جاء من ربك، إنه قد جاء من ربك وإنهم أتيم عذاب غير مردود. فمن كلامك والحلم في هذا الموطن، وإن كنت حليما في سائر مواطنك، لكن الحلم هنا لا، خلاص انتهى الأمر، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك. أشرت فقط بهذا لأن سألت الحلم وعدم المعجلة بالعقوبة لها أيضا فقه
النبي أرسل العرانيين فأتى بهم وسمل أعينهم وفعل بهم وفعل. المسألة لها فقه، لكن عموما الذي أشرت إليه أنه يلزمنا، وكي نكون نشبه أنبياء الله في سمتهم وهديهم ودلهم، أن نكون على درجة من التثبت والتأني والتعقل. وفيما ذكر كفاية إن شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.